وبجانب كمان افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز أمس، كان في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة الأخرى، منها متابعة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمشروع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، كمان العمل على وضع خريطة طريق لتيسير إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية. تفاصيل وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات والمقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر. وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل للمشروع وإنه هيكون على قمة أولويات المشروعات اللي هيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كمان امبارح تابع رئيس الوزراء عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ المشروعات اللي بتستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها ركيزة رئيسية في تقدم العديد من القطاعات وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل. امبارح برضو التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وده لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة. وجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف وضع خريطة الطريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مع تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بما تشهد العلاقات بين القاهرة وعمان من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكد مدبولي ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وأهداف استراتيجية. أيضا في جولة المحافظات كان معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها تسليم 888 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد، وإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والسلع الأساسية في الوادي الجديد، أيضا تنفيذ 267 فعالية ثقافية وتوعوية بقرى حياة كريمة في الشرقية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي بتتواصل فيها تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء مشروع 9000، وحتى الآن تم الانتهاء من تسليم 37 عمارة لمستحقيها بإجمالي حوالي 888 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمسطح 90 متر. في الوادي الجديد تم إطلاق مبادرة لخفض أسعار اللحوم والسلع الأساسية، وده بطرح الوحدات المحلية اللحوم الطازجة بأسعار تتراوح بين 145 و150 جنيه للكيلو الواحد، وده من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة. في جنوب سيناء بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق نظام طب الأسرة في مركز طب أسرة المنشية بمدينة طور سيناء، واللي تم إنجازه على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه. في أسيوط تم الموافقة على 500 طلب تجديد ندب أو إعارة أو أجازات متنوعة للعاملين بمديرية الشؤون الصحية، وده مراعاة للبعد الإنساني ليهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلاً على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة. في كفر الشيخ بيتم تنفيذ أعمال تطهير وتعميق بحيرة البرولوس اللي بتعد أول البحيرات الطبيعية من حيث إنتاج الأسماك وثالث أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، وتعد أيضاً مصدر أساسي للثروة السمكية، وبتسهم أعمال التطوير والتعميق في زيادة كمية الأسماك وتنوعها في البحيرة. في مطروح تم الموافقة على تخصيص 500,000 جنيه لإقامة شوادر ومعارض لبيع السلع المخفضة للمواطنين بنسبة تخفيض تصل من 20% لـ30%، وده ضمن جهود تخفيف العبء عن المواطنين مع توفير المزيد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.
في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر فبراير الجاري، واللي بتتكون من 8 قوافل علاجية بتطوف القرى الجبلية والمدن للكشف الطبي وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر للمواطنين مجاناً. في الشرقية شهدت قرى حياة كريمة بمركز الحسينية تنظيم 267 فعالية في 11 قرية تضمنت مشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة هدفها إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي.